بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، انطلاقة الشوط الرابع للخيل المهجنة لاصلة تكافؤ عمر 3 سنوات فقط، الدرجة الثالثة لمسافة 1600 متر. نشاهد اندفاع الجياد نحو المقدمة، والمحاولة تأتي هنا من سواردر مانشستر مع السادة مربط طبروق في المركز الأول من تدريب حمد عتيق المري ملك، وهنا تواجد الخيال صالح سالم المري. المركز الثاني بشعار الأصفر شعار المهندس حسن العبد الملك، ولكن التقدم أيضا من الجهة الخارجية على ما يبدو لي. هنا رقم 13 المهيبة ملك السيد خالد الخيارين، المدرب بدر بلوشي، والخيال متعب الصعاق المري. أيضا الجياد تحاول من الجهة الخارجية، ومتابعة هنا للجياد نحو المنعطف قبل الأخير. سواردر مانشستر في المركز الأول. في المركز الثاني نشاهد الشعار الأصفر النانو تورنادو، ولكن محاولات تأتي من مستر تيبل مع السادة مربط الهجاج في المركز الثالث. أيضا متابعة بيلي جيت ليسيد مبارك النعيمي، والجياد تندفع بقوة نحو المنعطف الأخير في الشوط الرابع. مشاهدينا نشاهد سواردر مانشستر في الصدارة، ومتابعة قوية من خلال نانو تورنو ومستر تيبل في المركز الثالث. في المركز الرابع بيلي جيت، وأيضا متابعة من بقية الجياد. هنا الخط المستقيم يبدا الإعاز والتقدم لكل الجياد نحو المقدمه. سواردر مانشستر حتى الان في الصداره، ولكن نانو تورنو ومحاوله قويه في هذا الشوط. الساده مربط الهجاج مع المدرب حمد الجهني، ومحاوله لاقتحام الصداره في هذا الشوط، والمحاولات تاتي من الجهه الخارجيه لاكثر من راس في هذا الشوط. نشاهد هنا الدفاع القوي رقم 2 ورقم 7، ولكن رقم 2 مع مستر ستيبل والمدرب حمد الجهني والساده مربط الهجاج. And the official results for the fourth race of the evening. The winner, horse number 2, Mr. Staple, owned by the Al Hajjaj stud, trained by Hamid El Jahani, ridden by Arno Delapine. Second horse number 7, Stunt Game, almost Yusuf Mubarak El Kuwadi, trained by Hamid El Jahani, ridden by Farley Bughanaim. Third horse number 10, Nano Toro, owned by Engineer Hassan Ali Abdul Malik, trained by Nabi Mountain, ridden by Pranil Kharad. Fourth horse number 11, Sword Manchester, owned by the Brooks stud, trained by Muhammad Atik Al Murray, ridden by Saleh Salam Al Murray. And in fifth place, horse number 9, Bailey Gates, owned by Mubarak Ali Al Naimi, trained by Muhammad Al Ghazali, ridden by Abdullah Faisal.